انطلق بالأمس العام الدراسي الجديد لحلقات تحفيظ القرآن الكريم للبنين والمدارس النسائية في جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالرياض مكنون. طبعا انطلقت افتراضيا بمشاركة العديد من الطلاب والمعلمين. للحديث أكثر حول هذا الموضوع سلطان ينضم معنا عبر الهاتف الشيخ يوسف بن تركي التركي، وهو مساعد مدير الشؤون التعليمية بجمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم. شيخ يوسف حياك الله معنا في أخباركم. يا مرحبا، أهلا وسهلا، حياكم الله جميعا. أولا نهنئكم بهذه الانطلاقة، وبداية يا ليت تحدثنا عن الحلقات في هذا العام وآلية الدراسة في هذه الفترة. نعم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انطلقت اليوم بالأمس يعني بداية التسجيل في حلقات ومدارس تحفيظ القرآن الكريم بجمعية مكنون، وسيكون إن شاء الله تعالى هذا التسجيل للحلقات عن بعد، وكذلك ستكون الدراسة عن بعد مثل ما كان في نهاية العام الدراسي والصيف، ملتزمين بالإجراءات والاحترازات التي أوصت بها الجهات الرسمية، وبيستمر إن شاء الله تعالى هذا حتى يصدر يعني من الجهات المعنية خلاف ذلك. شيخ يوسف، ذكرت أنه ما شاء الله عند نهاية فصل الصيف كان هناك أمور واتخاذ الإجراءات الوقائية، كم عدد الخاتمين مع نهاية فصل الصيف؟ بحمد الله الجمعية في هذا العام الذي كان فيه التعليم عن بعد نبشركم أنها بلغ عدد الخاتمين والخاتمات 1550 خاتم وخاتمة، ما شاء الله، في عدد غير مسبوق في تاريخ الجمعية ومع هذه الظروف، مما حتم على الجمعية أن تلتفت إلى التعليم عن بعد حتى بعد إن شاء الله تعالى عودة الأمور إلى وضعها الطبيعي. سيستمر التعليم عن بعد متيحا الفرصة لمن لا يستطيع الحضور والتواجد في الفصول العادية في الحلقات. جميل، إذا سمحت لي، مثل ما ذكرت أن هناك تطبيق للتعليم عن بعد من خلال هذه الجمعية من هذا العام الدراسي وأيضا في فصل الصيف والفصل الدراسي الثاني مثل ما ذكرت، يعني تكلمنا أكثر عن تجربة الجمعية في التعليم عن بعد والصعوبات اللي واجهتها ممكن مع الطلاب. نعم، الحقيقة الجمعية تجربتها في التعليم عن بعد بدأت منذ توقف الدراسة الفعلية في المدارس في شهر 7، والجمعية عكفت على الورش والاجتماعات مع المختصين لاختيار أفضل الوسائل والطرق للتعليم عن بعد، وأتاحت الفرصة لجميع الحلقات والمدارس أن تنوع في وسائل هذه الحلقات، سواء عن طريق الزوم أو عن طريق الاتصال المرئي أو عن طريق الاتصال بالهاتف وغيرها من الوسائل، بل إن الاختبارات حتى كانت تجرى بشكل افتراضي ومرئي، ينظر المعلم أو اللجنة إلى الطالب ويسألونه، وهكذا استمرت العملية بشكل سلس بحمد الله. الصعوبات كانت في البداية عند بعض الطلاب أولياء أمورهم، ثم انخرطوا مع زملائهم ما شاء الله بحمد الله. أستاذ يوسف، طبعا الطلاب الملتحقين بجمعية مكنون هم طلاب لمدارس وجامعات ومعاهد، كيف يتم التوفيق بين تعارض التوقيت بين المدرسة ووقت حضور الحلقة في موضوع الدراسة عن بعد؟ أحسن، طبعا في الفترة السابقة كان في الصيف والأمر متاح للجميع وفي كل وقت، لما صدرت التعليمات وزارة التعليم وأوقات الدراسة كانت الجمعية مرنة في فتح الفصول، وضعت ست فترات عفوا، فترة بعد الفجر ومدتها ساعة إلى ساعة ونصف، وفترة قبل الظهر بساعة وبعد الظهر بساعة ونصف، والفترة الرابعة كانت بعد العصر، والفترة الخامسة بعد المغرب، والفترة السادسة بعد العشاء، مراعاة للتنوع بين طلاب الابتدائي والمتوسط والثانوي وكذلك الجامعيين والموظفين الذين قد لا يستطيعون في أول النهار الالتحاق بالحلقات. ما شاء الله، جميل هذا التقسيم ومراعاة ظروف جميع الطلاب في جميع مراحل التعليم، والشكر لك على هذه المجهودات، والشكر أيضا على مداخلتك معنا. كان معنا الشيخ يوسف بن تركي التركي، وهو مساعد مدير الشؤون التعليمية بجمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم. والجميل سلطان مثل هذه الجمعيات